مطبعة شبكة الإعلام العراقي تنجز طباعة سجل الناخبين والمواد غير الحساسة المتمثلة بالملصقات التعريفية واستمارة الشكاوى بشكل كامل وفق المواصفات المطلوبة بوقت قياسي سبق التوقيتات الزمنية ضمن العقد المبرم بين شبكة الإعلام العراقي ومفوضية الانتخابات. تم إكمال جميع مستلزمات المحافظات وفق الأعداد والكميات المطلوبة من قبل المفوضية الموضوعة والمثبتة في جدول الكميات ووفق الجدول الزمني. تم تسليم 6 محافظات ونقلت بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد مشكورين، بغداد الكرخ، بغداد الرصافة، محافظة البصرة، محافظة نيسان، ديالة وكذلك صلاح الدين. مفوضية الانتخابات أشادت بجهد العاملين في مطبعة الشبكة وأكدت أن مشروع الطباعة الذي نفذ مطابق للمواصفات ومطابق للأعداد التي وضعها مجلس المفوضين. نوعية الطباعة كانت من نوعية جيدة جدا حيث أنها تضاهي الأجنبي من حيث من دقة الألوان ووضوح ونوعية الورق ووضوح المطبوع. فترة قياسية جيدة جدا حيث كان أنه العاملين في مطبعة شبكة الإعلام يتواجدون إلى ساعات متأخرة من الليل وعلى مدار الأسبوع الجمعة والسبت وكل الأيام هم يكونوا متواجدين. مستلزمات العملية الانتخابية التي تطبع لأول مرة في العراق نجحت مطبعة شبكة الإعلام العراقي بطباعتها قبل 4 أيام من الموعد المحدد، نجاح يؤكد قدرتها على طباعة جميع العقود التي تسند إليها من جميع وزارات ومؤسسات الدولة بدقة ومواصفات عالية. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.